الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. رجحت لجنة النفط والغاز النيابية استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا إلى تراجع إمدادات الذهب الأسود. وقال عضو اللجنة النائبة زينب جمعة الموسوي إن العراق من البلدان الريعية التي تعتمد بنسبة تصل إلى أكثر من 95% على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية. وأضافت الموسوي أن هناك توقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة نتيجة تلك الارتفاعات الحاصلة بالشكل الذي يؤدي إلى خفض العجز التخميني في الموازنة وبنسبة تصل إلى حدود 50%. أوضح خبراء اقتصاديون في العراق أن قانون الإجازات الجديد في حال تنفيذه فإنه سيلحق ضرراً بالموظفين وكذلك القطاع الخاص. وقال الخبراء إن القانون الجديد سيغري الموظفين ويدفعهم للحصول على إجازات طويلة، حيث تم تناوله في البرلمان من أجل التشريع وإدخاله حيز التنفيذ، مبينين أن القانون الجديد يعكس محاولات الحكومة للحد من الترهل الوظيفي الناتج عن عشوائية التوظيف في السنوات الماضية. إلا أن هذا القانون وإن كان يهدف إلى ترشيق جسد الدولة إداريا، إلا أنه سيضعف من فرص الحصول على وظيفة في القطاع الخاص الذي يعاني أصلا من التهميش. خفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في أسواق بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار سجلت في بورصتي الكفاح والحارثية 155,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت في أربيل 156,400 دينار مقابل كل 100 دولار للبيع، وسعر 156,300 دينار مقابل كل 100 دولار للشراء. كشف حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم المنصوري أن المصرف سيضع قيوداً على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع، بما يضمن أن الدولار المتداول في النظام يتأتى من مصادر مشروعة. وقال المنصوري إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرج ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في الصيرفة، مبيناً أن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها في غضون شهر أو بضعة أسابيع. حذر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، وقد يؤدي إلى تراجع الطلب في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين. واعتبر أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأمريكي، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول المقبل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار الصرف في العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.